السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. طبعا ببداها بتقديم خالص التعازي لاسره الكابتن محمود الخطيب في وفاه شقيقته، ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب، ويلهم اسره الكابتن محمود الخطيب الصبر والسلوان. العزاء هيكون بكره ان شاء الله، فربنا يصبرهم ان شاء الله. النادي الاهلي ما زال حتى هذه اللحظه في وضع الرتوش الاخيره مع المدير الفني، اللي ان شاء الله نتمنى انها تحسم خلال هذا الاسبوع على اقصى تقدير، لان الكابتن حسام غالي في سفر وانهى خلاص شبه انهى خلاص الاتفاق او انهى الاتفاق ورجع على البري سيزون او فتره اعداد هتكون قصيره، حوالي 10 15 يوم بكتير لفريق الاول للنادي الاهلي، ممكن من 20 لاول اكتوبر. ان شاء الله تكون فتره موفقه ويكون اللاعبين العائدين بقى من فتره الراحه مستعدين تمام الاستعداد للموسم القادم اللي ما فيش فيه اي هزار، سواء على المسابقه المحليه وتحديدا المسابقه المحليه او البطوله الافريقيه اللي احنا اعتدنا على الوصول للمباراه النهائيه، إن شاء الله نحقق كأس البطولة للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات زي ما عمل جيل أبو تريكة وبركات وعماد متعب والجيل العظيم ده سنة 2005 و2006 و2008. النادي الأهلي مش بس بصدد انهاء المدير الفني، النادي الاهلي بصدد انهاء المهاجم الاجنبي اللي الناس ممكن تنتظره، اللي هو بيسجل اهداف، اللي هو بيسجل من الفرص المحققه. المهاجم ده من احد الدوريات الاوروبيه وتحديدا الدوري البرتغالي، لن اقول معلومات اكثر من ذلك الا ان يتم الانتهاء الرسمي من الصفقه والنادي الاهلي يعلن الصفقه بشكل رسمي. لكن انا عاجبني اننا بنبحث في الدوريات الاوروبيه وفي دوري امريكا اللاتينيه، لان ده مهم جدا ان انت تغير ثقافتك في جلب المحترفين، لان انا واضح جدا معاكم من زمان مش من النهارده ان المحترفين هم اللي هيصنعوا لك الفارق وليس اللاعبين المحليين. وان كان النادي الاهلي انهى واحمد سامي مدرب فريق سيراميكا كليوباترا وضح ان انت خلاص شادي حسين ومصطفى ميسي وهيروح له احمد ياسر ريان، وهنا رساله لجماهير النادي الاهلي، مش عايزين نضع ضغوط واعباء على لاعب جاي للنادي الاهلي من فريق في وسط الجدول. احمد ياسر ريان هيروح سيراميكا هيكون عنده تحديات وهيقدر، لان لاعب متحمل الضغوط في النادي الاهلي ولعب قبل كده في الدوري المصري وقدر يسجل اهداف كتير، فمش عاوزين مع كل هدف يسجله احمد ياسر ريان يكون في ضغط على لاعب حاسس لسه مكانه في النادي الاهلي، وهو شادي حسين اللي هو اهلاوي بالمناسبه وعنده امكانيات كبيره. وانا عارف ان انت ممكن تقول انا ليه ضحيت باحمد ياسر ريان، في اسباب متعلقه باللاعب واسباب متعلقه بالنادي اللي انت بتفاوضه واسباب متعلقه بالنادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي حافظ على حقوقه في احمد ياسر ريان اللي عمره 24 سنه انه يقدر يشتريه بمبلغ مالي وتكون الاولويه للنادي الاهلي، ويعيد احمد ياسر ريان مره اخرى، ويقال ان المبلغ 20 مليون جنيه فيما يعني ان انت اشتريت شادي حسين ب 20 مليون جنيه واعتبر ان انت عرضت احمد ياسر ريان لفريق سيراميكا كليوباترا لمده موسم او موسمين. باختصار شديد، طب حق احمد ياسر ريان في انه يروح بقى نهائي؟ حقه تماما، لان اللاعب كان واضح جدا وكيل اعماله كان واضح جدا، يا جماعه انتم اعارتوا اللاعب مره واثنين وثلاثه. بعد اذن حضراتكم، لو اللاعب مش موجود رقم واحد او رقم اثنين في الفريق وفي وجدان المدير الفني القادم، وده طبعا امر صعب جدا يا حضره مجلس اداره النادي الاهلي، فرجاء يكون الانتقال القادم على سبيل البيع وليس الاعاره. كلام محترم جدا واحترم عليه اللاعب، وهذا ما تم بالفعل، وحافظ النادي الاهلي على العلاقات الطيبه مع فريق سيراميكا كليوباترا، وحافظ على بند حقيقه الشراء بمبلغ 20 مليون جنيه في عوده احمد ياسر ريان مره اخرى، فارفعوا الضغوط عن شادي حسين وان شاء الله الله يكون صفقة موفقة وتقدر تساعد زملائه في الفريق اللي عندنا نجوم كتير جدا حصلت على بطولة افريقيا مرتين، ولكن الجانب الامامي كان محتاج دعم، وما زلت مقتنع ومصر على ان الدعم يكون في لاعبين اجانب. نتمنى انتهاء صفقة هذا المهاجم، انا شفت له بعض اللقطات، مهاجم كويس وبيقدر يسجل، وحتى اخر مباراة بيسجل فيها وبيصنع، فده شيء ايجابي جدا. نتمنى النادي الاهلي ينهي التعاقد معاه. ومن النادي الاهلي نروح للاعب زملكاوي بعقلية أهلوية، تخيل، لاعب زملكاوي بعقلية أهلوية، لما طلع من صحفي أو محرر زملكاوي إن حصل لكمات ما بين زيزو وشيكابالا وتدخل محمود علاء في القصة دي، اللي كتب الكلام ده صحفي زملكاوي بالمناسبة من صحفي أهلاوي، طلع السخرية وبدأ يعني شيكابالا يركب الترند بإنه يجيب ملاكمة والقصة دي وكلها والاحتفالات بالشكل ده والكلام ده كله، لكن الحقيقة زيزو فعلها بالفعل، زيزو فعلها بس إمتى؟ في الحلقة المسجلة مع عمرو أديب إمبارح. عملها إزاي؟ لما تشوف أنت احتفال عمرو أديب ببطولة الدوري الموسم ده للزمالك
والموسم اللي قبله اللي هو للزمالك للاسف كان شيكابالا بيقول لك ايه هيدوسوا علينا يا استاذ عمرو، كان لعيب جاي متربي تربيه زملكاويه بحته بنظريه المؤامره، فكان جاي بيقول هيدوسوا علينا الموسم القادم ومحدش داس عليه وخدوا الدوري للمره الثانيه. لما جاء احمد سيد زيزو اتكلم بعقليه فعلا عقلية أهلوية. أحمد سيد زيزو من وجهة نظري زيه زي طارق حامد، ضلوا الطريق في أنهم راحوا نادي الزمالك. نوعية اللعيبة دي هي نوعية لعيبي النادي الأهلي، مش نوعية لعيبي نادي الزمالك مع كامل احترامي طبعا لنادي الزمالك ولعبيه، ولكن لعيبي نادي الزمالك دايما بيكونوا موديين، لعيبة مزاجنجية، لعيبة بتلعب على المهارة أكتر ما بتلعب على تحقيق الانتصار المتتالي والبطولات المتتالية. وإن كانت الثقافة دي للأمانة بدأت تتغير في اختيار لعيبي نادي الزمالك، فشوفنا لاعبين قادرين على أنهم يكونوا بعقلية أهلوية داخل نادي الزمالك، من ضمنهم احمد سيد زيزو اللي لكن بالفعل شيكابالا لما اتكلم وقال ان النادي الاهلي ما اقدرش اقول ان هو فاز بال42 دوري عشان ما كانش فيه تقنيه فيديو، ولا اقدر اقول ان انا فزت عشان فيه تقنيه فيديو. تقنيه فيديو وفرت لنا العداله، ولكن احنا فزنا لاننا كنا الافضل والنادي الاهلي فاز لانه كان الافضل. ده مين؟ ده زيزو. ده ايه؟ زملكاوي. طيب دي اللكمه الاولى، دي اللكمه الاولى اللي طلعت من زيزو لشيكابالا ان القصه مختلفه والعقليه مختلفه. طب اللكمه الثانيه، اللكمه الثانيه هي في تعامل جماهير النادي الاهلي مع احمد سيد زيزو. لك ان تتخيل ان جماهير النادي الاهلي بتكون كل تقدير واحترام لاحمد سيد زيزو. شفنا اشادات كتير من جماهير النادي الاهلي باحمد سيد زيزو الموسم الماضي، برغم ان احمد سيد زيزو هداف الدوري الاعلى اسيست افضل لاعب في الموسم، ده كلام يعني لا يختلف عليه اثنين. طب ليه جماهير النادي الاهلي بتعمل كده مع احمد سيد زيزو وهو اللاعب الابرز في نادي الزمالك؟ ده بقى بياكد لك الضربه الثانيه لشيكابالا او اللكمه الثانيه لشيكابالا، ان جماهير النادي الاهلي اختلافها مع شيكابالا اختلاف سلوكي، شيكابالا اختلاف سلوكي، اختلاف عباره عن تجاوزات كانت بتصدر، عباره عن استفزازات كانت بتصدر من من شيكابالا للجماهير، فالجماهير واجهت شيكابالا بنفس هذه الطريقه. لو جماهير النادي الاهلي زي ما بيتقال عنها انها بتهاجم شيكابالا عشان شيكابالا لعيب موهوب وهو الاميز وهو الابرز في نادي الزمالك الفتره الاخيره، طب ليه ما بتعملش الكلام ده مع احمد سيد زيزو؟ طب لو لعيب النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتهاجم شيكابالا عشان له بشرته، ليه جماهير النادي الاهلي بتحترم محمد عبد الشافي في عز تألقه في عز توهجه كان دايما بيلقى الاحترام والقبول؟ اذا مشكلتك يا شيكابالا مع جماهير النادي الاهلي هي مشكله اساسها سلوكيات شيكابالا ذاته، لا تفوق شيكابالا على ارض الميدان ان كان موجود ولا حتى لون بشره شيكابالا، لان محمد عبد الشافي مع كامل احترامنا للجميع كان بيلقى القبول والاحترام وما زال يلقى القبول والاحترام من جماهيرنا الاهلي، ومدربنا كان بيتسو موسيماني. فبلاش حته الكلام عن لون البشره لان ده كلام مش حقيقي. شوف سلوكياتك، ممكن منها الاشاده، واشدنا بموقفك يعني وقت ما حدث في بورسعيد، وبنشيد بموقفك وقت ما حدث في حلقه مؤمن زكريا وصاحبه السعاده، بالتاكيد ليك سلوكيات ايجابيه، بس انت ساعات بتروح للسلوكيات اللي هي بتبقى متساوي فيها ما بين المسؤول والجماهير. راجع السلوكيات دي وانت تعرف ليه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بتتعامل معاك على مثل هذا النحو، ليس لتفوقك وليس للون بشرتك ولكن لسلوكياتك. مش بس دي لكمات احمد سيد زيزو، لكن اللكمه القادمه كانت لاحمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو اللي طلع يتكلم كتير جدا عن حقوق الرعايه، واتكلم عن ان ليه الزمالك ما ياخدش زي الاهلي ومش هنسمح ان الاهلي ياخد المبلغ ده، وانا ما فهمتش يعني ايه مش هتسمح يعني، او ان انا لازم اخد اكتر من النادي الاهلي. احمد سيد زيزو بيتكلم عن جماهيريه نادي الزمالك اللي وفرها في كلمتين بسيطتين جدا. حمزه المسلوسي بيقول له ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان جماهير نادي الزمالك كتير كده. فعمرو اديب قال له لا احنا كتير يا زيزو مش عارف ايه. الكلام ده بيأكد حاجه من اتنين، او بيأكد الاثنين، ان ده كلام قاله احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي بعد دوري 14 15 لما قال اكتشفنا ان جماهير نادي الزمالك كتير. الكلام ده بيأكد كلام رئيس نادي الزمالك نفسه لما قال جماهير نادي الزمالك كانت خلايا نائمه في عهد غاب فيه البطولات عن نادي الزمالك. الكلام ده بيأكده حمزه المسلوسي ان جماهير نادي الزمالك بتظهر وقت الفوز بالبطوله. ده معناه ايه؟ معناه ان فكره ان احنا دايما معاه طول الوقت وفي الخساره معاه مش واصل اصلا للاعبي ومسؤولي نادي الزمالك. ده بس لا، رقم اتنين، انت عايز اللي مش واصل للاعبي ومسؤولي نادي الزمالك يصل للمعلنين ازاي؟ يعني لما احمد الشناوي يكون حارس مرمى نادي الزمالك ومش حاسس ان جماهير نادي الزمالك كتير، لما حمزه المسلوسي يتفاجئ ان جماهير نادي الزمالك كتير، لما رئيس الزمالك الحالي يقول لك جماهير نادي الزمالك كانت خلايا نائمه وظهرت بعد تحقيق البطولات، انت عايز المعلن يحس باللي انت مش حاسس بيه كمسؤول في نادي الزمالك، كلاعب في نادي الزمالك؟ فاعتقد اي محاوله بعد ذلك عن الحديث عن المساواه ما بين الاهلي والزمالك في حقوق الرعايه هي محاوله فاشله بائسه
اليائسة يعني محتاجين ان انتوا تستفيدوا اقصى استفادة باقتران اسمكم باسم النادي الاهلي، مع كامل احترامي وتقديري لقيمة نادي الزمالك، الفريق العريق، الفريق التاريخي، الفريق الذي يعني بيصارع من اجل تحقيق البطولات اكثر من 100 سنة. فالامور تكون واضحة وتكون صريحة، واعتقد كلام واضح جدا من احمد سيد زيزو، اللي انا عارف ان في ناس كتير بقى مش هتقف عند الحقيقة دي اللي قالها احمد سيد زيزو عشان يقولك اصلحنا النادي الاهلي. انا عجبني جدا احمد سيد زيزو وهو بيقول انا من حق ان انا افرح، اعتبرني يا اخي المحروم اللي من حق ان انا افرح. جماهير النادي الاهلي خدتها بسخرية، مع ان انا اسف جدا والله، هي كرة القدم اصلا اساسها اللي بيقوله احمد سيد زيزو، ان انت لما تحقق بطولة تفرح، ان انت مش لازم تبص لعدد البطولة، انت لازم تبص تعبت قد ايه عشان تحقق البطولة دي. يا جماعة احنا لما كسبنا مونتريه المكسيكي في كأس العالم اندية وانت ناقص 15 لاعب ووصلت انك تلعب ثالث ورابع، كانت فرحة اهم من بطولة. كرة القدم صنعت من اجل الفوز ومن اجل الفرحة، احنا اللي بقينا مقصرين في حق الفرح بالبطولات. احمد سيد زيزو كان واضح جدا لما قال لا من حق ان انا افرح، انت ما تعرفش انا دخلت جيم كام ساعة في اليوم، انت ما تعرفش انا اتحرمت قد ايه من الاكل والشرب اللي انت بتاكله عشان انا في النهاية احس بمجهودي ده. المشكلة فينا احنا اللي خلاص استسلنا البطولات، بقينا شايفين البطولات عادية جدا، وده هيؤثر علينا وعلى لاعبتنا اللي لما تحس انها بتحقق انجاز ما بتلاقيش نفسها في الصورة، لكن لما بتفقد بطولة بيكون الانتقاد حاد جدا ولاذع جدا ومهين. احنا حولنا مشكلة كرة القدم عندنا احنا. المفترض بطولة الدوري خدتها 42 مرة، 142 مرة في المية 43 تفرح بيها، دي بطولة. يا اما ما تشجعش كوره من وجهه نظري، ما تقوليش اصل النادي الاهلي بيقفل الصفحه تاني يوم، والله بقت تضر دلوقتي، لازم تتغير الثقافه دي، دلوقتي اللعيب بيحقق دوري ابطال افريقيا مره واثنين وبيخسر الثالثه، فبيلاقيه بتنتقده وان هو مش لاعب كوره وان هو يستحق الرحيل و و و، فده بيعمل اولا ضغط على اللعيبه دي، ثانيا في لعيبه ممكن تيجي تتعاقد معاه يقول لك لا طب انا اروح النادي اللي بيفرح ببطوله الدوري ده وجماهيره بترفعه على الاعناق وفي النهايه انا بحقق بطولات، فخدوا بالكم من النقطه دي لان احنا فعلا مقصرين في الاحتفاء بالبطوله. انا ما بقولكش عيش على البطوله، لكن اعرف ازاي تحتفل بالبطوله، ما تقللش من قيمه البطوله عشان انت عندك منها كتير، لان ده مش حقيقي، لانك لما بتخسر البطوله اللي عندك منها كتير دي بيكون نقدك لاذع جدا وبيكون غضبك شديد جدا وبتكون متضايق جدا، طب ما على قدر ده خلي قدر السعاده بقى تحققها. فبالتالي انا عارف ان محدش هيروح للسكه دي غير بسخريه، لكن انا بروح بقول لزيزو شابوه انت اصبت الحقيقه، انت يا ابن الصح، انت لازم تفرح بانجازك، انت لازم تفرح باللي انت حققته، حتى لو انت تعبك كان اقل من كده افرح. كرة القدم كده، انا مش واخد كرة القدم عشان انا عندي منها كتير. ايه ده خدنا الدوري، يلا يا عم نجيب عم حارس يدرب الفريق الجاي عشان ياخد الدوري اللي بعده، ده موضوع صعب جدا وصدقوني والله هيضر الفريق على المستوى القادم، على المستوى على اللونج تيرم كده هيضر الفرقه، هيضر الفرقه، هيضر الثقافه نفسها. انا مش بقول لك ارتكن على البطوله، مش بقول لك دي والله، لكن بقول لك حقق البطوله، كافئ نفسك، افرح بيها، كافئ لعيبتك اللي اجتهدت وجابت البطوله، ما تحسسش اللعيبه ان البطوله دي اصلا لما بيجيبوها امر عادي، فبالتالي هو كمان هيحس طب ما اخسرها، ما اكسبها زي خسارتها، لا حسسه ان انت اجت شابوه ليك عشان لما يخسرها وتيجي تنتقده يبقى انت عندك حق، لكن هو بيكسبها اهو عادي عندنا منها كتير. طب هو هيحس بالانجاز ده ازاي؟ هو هيحس اكيد مع نفسه، لكن انت كجمهور هتحسسه ان هو صنع انجاز ازاي؟ يعني نقطة صعبة جدا، واتمنى يعني الناس بما اننا هنا بنفجر مثل هذه الافكار، نتمنى الناس تبادل هذه الافكار لان دي نقطة مهمة جدا من وجهة نظري. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، لكن عايز اقول لكم ان احمد سيد زيزو جدد مبلغ مالي كبير جدا، وده يعني هو شايفه هو بالنسبة له حقه، وده حقه بالتأكيد، لعيب اجاد فيستحق المقابل المالي. وعايز اقول ان الكابتن مدحت شلبي الارقام اللي انت هتخاف تذكرها واللي انت خفت تذكرها اكيد بقت متناولة عند الجميع، وزيزو خد يعني على الاقل 30 مليون جنيه في الموسم، وده شيء في نادي الزمالك البعض بيقول ممكن يعني يبوظ غرفة الملابس او اوضه اللبس في نادي الزمالك، انا بقول لك لا، زيزو هو نجم الفريق الاوحد حاليا، ونادي الزمالك على طول الوقت وهو عنده القصه دي، عنده فكره التفاوت في عقود اللاعبين بالنجوميه من ايام كابتن فاروق جعفر وحسن شحاته وعلي خليل اللي ذكروها كتير جدا، فما تقلقوش القصه مش هتبوظ سيستم موجود في نادي الزمالك، لان نادي الزمالك بيمنح بالافضليات، يعني مش حاطط سيستم معين فئه اولى وفئه ثانيه وفئه ثالثه، فلما حد يعدي ده فيعمل مشكله، لا هو ده اصلا يعني نهج نادي
الزمالك طول الوقت. القصة كلها ان احنا نتعلم من اخطائنا ونشوف اخطائنا بوضوح ونتعامل مع ثقافة مختلفة. لازم ان شاء الله تاخدنا لسكة ان يفضل النادي الاهلي رقم واحد، بس نستشعر قيمة البطولة عشان هو ده اللي هيخليك تحقق البطولات، وفقد البطولات هيؤثر بشكل سلبي على لعبتك. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. وما تنسوش السبت فوق الممتاز ان شاء الله.